نشرة أخبار 3 سبتمبر 2013 على كايرو ستاديوم، أهلا بيكم. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هيجتمع لدرس إقامة مباراة الأهلي القادمة على أرضه أمام الزمالك في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بدون جمهور. القرار بسبب الأحداث الأخيرة اللي شهدها ملعب الجونة في مباراة الأهلي وليوبار الكونغولي من شبكات حدثت بين جمهور الأهلي. أعلن نادي الأهلي على موقعه الرسمي عن موافقة مجلس الإدارة على إعارة نجم هجوم الفريق محمد ناجي جدو لنادي هال سيتي الإنجليزي لمدة موسم واحد. جدو وافق على مدة عقده مع النادي الأهلي واللي كان هينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبعد التمديد لموسمين هينتهي عقد جدو المعدل في موسم 2015-2016. إدارة هال سيتي هتدفع مبلغ $200,000 وهيكون فيه $100,000 تانية هتدفع حسب مشاركات جدو. الألماني مسعود أوزيل يتم انتقاله من ريال مدريد لأرسنال مقابل 50 مليون يورو. اللاعب صرح بأنه سعيد لانتقاله للنادي بحجم أرسنال على حد قوله، ويبدأ تطلعه للعب في الدوري الإنجليزي. والفرنسي أرسن فينجر صرح أنه سعيد لضم لاعب مثل أوزيل، وأكد أنه تابعه من فترة لحد ما جه الوقت المناسب لضمه. أوزيل بعت رسالة لجمهور ريال مدريد شكرهم فيها، وقال أن بعض الأمور اتغيرت خاصة في الأيام الماضية، واتمنى ليهم التوفيق. أما فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد فصدم جمهور النادي في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الويلز جاريث بيل لاعب الريال الجديد، لما هتفت الجماهير برفضها بيع أوزيل ليشير لهم بيريز بالصمت. البرازيلي كاكا يعود من ريال مدريد لميلان مجانا بعد ما وقع عقد مع روزونيري ميلان لمدة سنتين. كاكا أكد أنه كان بيحلم طول الأسبوعين الأخيرين بالعودة لميلان بعد 4 أعوام في العاصمة الأسبانية مدريد. بعد عدة محاولات فشلة من مانشستر يونايتد، نجح أخيرا ديفيد مويس المدير الفني للشياطين في ضم البلجيكي مروان فيلاني من إيفرتون في صفقة كلفت 27.5 مليون جنيه استرليني. نادي أرسنال ما اكتفاش بأوزيل وضم الحارس الإيطالي ميليانو فيفيانو من باليرمو على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء في نهاية الموسم ب 6 مليون جنيه استرليني. إيفرتون يضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من تشيلسي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وضم جارث باري لاعب وسط مانشستر سيتي. وتشيلسي فشل في التخلص من ديمبابا بعد ما عرض أرسنال 3 ملايين يورو تم رفضها من جانب البلوس، أما نيوكاسل واستهام اتفقوا مع تشيلسي على الصفقة، إلا أن اللاعب نفسه هو اللي رفض الانتقال ليهم لرغبته في اللعب في دوري الأبطال. وفي الوقت نفسه تشيلسي رفض عرض المهاجم الثاني فرناندو توريس من نادي توتنهام اللي طلب دفع 15 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى المهاجم التجولي إيمانويل أديبايور. كنت مع نشرة أخبار 3 سبتمبر 2013 على كايرو ستاديوم، قدمها ليكو عمرو فكري.